من قاعة الاجتماعات في مجلس أوروبا في مدينة ستراسبور، رئيس الحكومة التركي طيب رجب أردوغان ينتقد فرنسا بشدة بسبب منعها ارتداء النقاب في الفضاءات العامة ومعاقبة المخالفات للقانون. أردوغان يتهم باريس بعدم احترام حرية المعتقد. إحدى النائبات الفرنسيات في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قالت له إن أنقرة لا تحترم الأقليات الدينية، فرد: إنك تتحدثين دون معرفة بالوضع في تركيا. في تركيا الذي يستعصي عليه الفهم نقول عنه إنه فرنسي. ممثل مجموعة حزب الشعب الأوروبي البرلمانية في الجمعية البرلمانية الأوروبية جان كلود مينيون مستاء من هذا الرد، وقال: الطريقة التي رد بها بازدراء على زميلة البرلمانية الفرنسية التي تجرأت على مساءلته، خصوصا وأنها من أصل تركي، أعتبر هذه الطريقة غير أمينة، بل غير صائبة، أكثر منها غير أمينة. غضب أردوغان سببه شروع باريس في تطبيق قانون مثير للجدل يمنع المسلمات من ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة ويجبر المخالفات على دفع غرامة مالية، وقد اضطرت إحداهن إلى دفع مخالفة قيمتها 150 يورو. مراسلة يورو نيوز في مجلس أوروبا علقت